لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تجرف مساحات زراعية واسعة في صلاح الدين. الميثاق الوطني، انعقاد ندوة بعنوان رؤية الميثاق الوطني للنظام السياسي في العراق في العاصمة البريطانية لندن. في صحيفة المدى، التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول. في صحيفة القدس العربي، التحالف العربي، الإيرانيون زودوا الحوثيين بأسلحة وصواريخ عبر ميناء الحديدة. في العربي الجديد، هجوم صاروخي يستهدف مواقع البيشمركة شمالية العراق. في موقع عربي 21، الجيش اليمني يسيطر على 3 مناطق بالبيضاء من الحوثيين. وفي صحيفة الجارديان، اتهامات لبريطانيا باستهداف تاجر سلاح في سوريا. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتب ياسر عبد العزيز، حيث قال: في عام 2003 كانت بداية النهاية لجمهورية العراق التي تأسست في عام 1958 بالغزو الأمريكي للعراق، والذي اعتمد على سياسة الضربة الاستباقية لشل الخصم، ما أنتج من دون جيش أو مطارات أو طرق حتى المساكن والمساجد تم ضربها تحت مظلة الخطة العسكرية لشل الخصم. والهدف واضح، هو عراق مدمر يبنى بالطريقة الأمريكية، ولأن الغازية جاء من بلاد ما خلف المحيطات حسب حساباته بالخطأ. قاسم الأمريكان السلطة في العراق بين مكونات طائفية اختارها على عينه لتشكل العراق الجديد، مجزلاً العطاء لمن خلصه من سيف المنايا الذي حصد الكثير من أرواح جنوده وقياداته في العراق. فسقطت العراق في حجر طهران وأوكلت إدارة شؤونه للملالي ومن ربوهم في قم، وأصبح الولاء لطهران لا لواشنطن. وبين الحصار والاحتلال صار احتلال ظلمات يغوص فيها العراقي، إذا أخرج العراقي يده لم يكد يراها من ظلم وظلمات ما وقع فيه بعد عام 2003. بشر الغزو الأمريكي للعراق بالديمقراطية وإخراج العباد من جور الحاكم الفرد إلى سعة تعدد الرأي وحرية التعبير، فكتب دستوراً قال إنه تعددي ويتيح تداول السلطة بالطرق السلمية الحضارية، حيث لا يتقاتل الناس على مقدرات بلادهم وإدارة مواردها، لأن الشفافية والرقابة حاضران في كل معاملات الدولة، فالأجهزة حاضرة والشعب على ذلك شهيد، وله حق المحاسبة من خلال نوابه في البرلمان. 19 عاماً من الاحتلال ودستوره لم يرى العراقيون ما وعد به الغازي الأمريكي، رغم الآلة الإعلامية التي ينفق عليها المليارات سواء في الداخل العراقي أو في الخارج عبر وسائل إعلام المحتل الأمريكي نفسه. ويقول الكاتب: من غرائب الزمان وعجائبه أن أمريكا تصنف العراق ضمن الدول الديمقراطية الناهضة في المنطقة، في محاولة مبتذلة للدعاية لمشروع الديمقراطية المبتور الذي دشنته في العراق وخسر، وبعد 100 عام من قيام الدولة العراقية التي يحتفل بها سكان المنطقة الخضراء، لا تزال ثورة تشرين تفور بحمم الغضب من تلك الطغمة الحاكمة في بغداد، والتي أفقرت البلاد وأمرضت العباد، وأصبح جل حلم الشاب العراقي أن يجد له مكانا في قارب موت نحو أوروبا، مغامرا بحياته في رهان يعرف مقدما أنه خاسر، لكن الخسران الأكبر هو البقاء تحت نير الإهانة اليومية وسرقة المقدرات. يقول الكاتب جاسم الشمري: صرنا في العراق بعد عام 2003 نسمع بجرائم جماعية في غالبية المدن،
وهذا مؤشر واضح على ضعف الوازع الديني وهشاشة القانون وتفشي المخدرات، بما في ذلك لدى نسبة ليست قليلة من أفراد القوات المسلحة. ومع الساعات الأخيرة من العام 2021 وقعت جريمة بشعة هزت أركان المجتمع العراقي، حيث قتل أكثر من 20 شخصا من ذات العائلة في محافظة بابل. هذه الجريمة البشعة مركبة بوضوح، وبعيدا عن التصريحات العاجلة والمتضاربة لخلية الإعلام الأمني ولمحافظ بابل، وبأن المغدور تاجر مخدرات، وبأنهم اعتقلوا شخصين على خلفية الحادث، بينما الروايات المؤكدة تتحدث عن عشرات السيارات القادمة من بغداد، فإن هذه التصريحات السريعة تؤكد وجود ضبابية وإرباك في الروايات الرسمية. إذا كانت هذه المجزرة رتبت من ضابط برتبة صغيرة، فما الذي يمكن أن يفعله الضباط الذين يحملون رتبا عالية في بلاد اختلط فيها الحابل بالنابل؟ ثم تحت أي بند قانوني أو أخلاقي يمتلك ضابط برتبة نقيب هذه القدرة على تحريك قوات من محافظة لأخرى وترتكب جريمة جماعية وبلا أوامر قضائية أو عسكرية من داخل المحافظة المستهدفة؟ ولتنفيذ جريمة قاسية خرقت فيها كافة اللوائح والقوانين العسكرية، وذلك للانتقام من صهره بوحشية واضحة. خطورة مجزرة إجبلة تتمثل بأن مئات العوائل قتلت بذات الطريقة خلال السنوات 18 الماضية، وفي غالبية تلك الجرائم غلس الجميع عن الجناه وتجاهلوا الضحايا، ولكن سبب تسليط الضوء على مجزرة بابل كون العراق اليوم وبعد ثورة تشرين تغيرت فيه الكثير من الأوضاع، ومنها عدم إمكانية التغاضي أو التستر على غالبية القتلة والمجرمين والخطوط الحمراء. أخطبوط الجريمة المنظمة يجب أن تقطع أطرافه، وينبغي أن تطبق العدالة بلا محاباة أو مجاملات، لأن القانون لا يحمي السفاحين الحاقدين على كيان الوطن وحياة المواطنين. نقلت الكاتبة إيلان ريفودو من صحيفة نوفا الأوبسرفاتوري الفرنسية حواراً جمعها مع المخرجة الفرنسية الوثائقية أنا بواريه، التي تابعت لمدة عام التحديات التي تواجه سكان الموصل في محافظة نينوى شمالية العراق لإعادة بناء مدينتهم. وذكرت المخرجة الفرنسية: لقد تحررت المدينة، ولكن بأي ثمن؟ فقد أصبحت المدينة القديمة الغنية بتراث عمره 1000 عام أصبحت ركاماً، لا سيما حي محلة الميدان الشهير الذي دمر بشكل كامل. في الفيلم الوثائقي قال أحد السكان المحليين إن محل البقال الذي ورثه عن جده يعود إلى العهد العثماني، ولم يتبقى من المباني العتيقة والتاريخية سوى أكوام من الحجارة. وأضافت المخرجة: أردت أن أنقل ما شعرنا به هناك، حيث ظلت الجثث عالقة وسط الأنقاض. عندما يجد المرء نفسه في مثل هذا المكان المروع لا يسعه إلا أن يندهش من حجم الدمار. أردت أن أعكس هذا الشعور، وبدلا من نقل المعلومات قررت تصوير فيلم وثائقي يخاطب العاطفة ويعطي الكلمة للشعب. حسب آن بواريه، قدمت للشعب العراقي وعود كثيرة لإعادة إعمار الموصل، ورغم وجود استثمارات عديدة من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وفرنسا، فإنها لا ترقى إلى مستوى التحديات. وقد سلطت فترة ما بعد تنظيم الدولة الضوء على مدى تعقيد الوضع والرهانات السياسية الكبيرة ومشاكل الفساد الخطيرة. أوردت المخرجة آن بواريه: لقد استعرضنا المشاكل التي يواجهها المسؤولون في محافظة نينوى، وكيف أن الشكوك حول الاختلاس أدت إلى ثني المجتمع الدولي عن الاستمرار في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وهو ما خيب آمال السكان. بعد المعركة استقر معظم سكان البلدة القديمة في الأجزاء التي نجت من الدمار في شرقي الموصل، ولكن منذ ذلك الحين زادت أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ، فاضطروا للعودة إلى أحيائهم التي طالها الخراب، حيث يعيشون بين الأنقاض والجثث التي يكتشف بعضهم فيما بعد بأنها تعود لأب أو ولد أو أخ على حد تعبير المخرجة، كما يريد كثيرون منهم إعادة بناء منازلهم وأعمالهم بأنفسهم. لذلك ارتأت المخرجة أن يتضمن الوثائقي شهاداتهم.
برز في الشهرين الأخيرين وقبل اندلاع التطورات الداخلية الكبيرة اسم كازاخستان مرتين، الأولى مع انعقاد دورة جديدة من دورات محفل أستانا الروسي يوم 21 من كانون الأول ديسمبر، وبرز اسم هذا البلد مع انعقاد قمة جديدة لمنظمة الدول التركية في أنقرة يوم 14 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي بمشاركة ممثلي الدول الخمس الأعضاء في المجلس التركي الذي غير اسمه إلى منظمة الدول التركية. يكشف الحدثان عن التجاذب الذي يثيره موقع هذا البلد الآسيوي الأوروبي وفي قلب آسيا الوسطى وتركيبته وتاريخه بين القوتين الروسية الكبيرة والتركية الإقليمية، فقد كانت كازاخستان على مدى قرون تحت النفوذ المباشر الروسي والسوفيتي. تعرض سكان هذا البلد وبالذات في النصف الأول من ثلاثينيات القرن الماضي لعملية تهجير وإحلال لنسبة من سكانه آنذاك، وهم خليط من الشيشان والتاتار واليونانيين والألمان والأوزبك وغيرهم، مع إحلال عدد من الروس محل هؤلاء، ومع بقاء المجموعة العرقية الكازاخية هي الأعلى عدداً، وهي سياسة دأبت عليها سلطات موسكو في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، كما استخدمت أراضي كازاخستان لإقامة معسكرات عمل للمعارضين الذين كان يتم نفيهم من مواطنهم للعمل عقوبة وبالسخرة في هذه المعسكرات. وكغيرها من هذه الجمهوريات استيقظت المشاعر الوطنية في هذا البلد مع انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تم انتزاع الاستقلال في ديسمبر كانون الأول من العام 1991. اليوم وبينما تم قطع الجزء الأكبر من شبكة الإنترنت منذ يوم الأربعاء الخامس من يناير كانون الثاني الحالي مع محاولة الحكم إزدال ستار من التعمية على ما يجري وتصوير ما يحدث من احتجاجات عارمة بأنه من فعل عصابات إرهابية، إلا أن أنباء التطورات الداخلية اجتذبت اهتماماً دولياً كبيراً وانتشرت على نطاق واسع، حيث حرصت وسائل الإعلام الروسية على تصوير ما يحدث بأنه أعمال شغب، وأن عشرات الجنود ورجال الشرطة قد سقطوا بين قتيل وجريح على أيدي المتظاهرين، فيما أبدت وسائل الإعلام التركية الرسمية حتى صباح الخميس السادس من يناير الصمت على ما يجري، وكما يبدو بانتظار انجلاء وجهة الأحداث. وجملة القول إن شعب هذا البلد قد سعى خلال الأسبوع الماضي إلى الاعتراض التام على منظومة الحكم وعلى استكمال الاستقلال مع حلول الذكرى الثلاثي للاستقلال عن موسكو. نبقى مع كازاخستان على شاكلة رؤساء عرب واجهوا ثورات شعوبهم باتهامات الإرهاب والخيانة والإجرام، وشرعوا في استخدام جبروت الدولة العسكرية والأمنية ضد المحتجين على الاستبداد والفساد. لم يضيع رئيس كازاخستان قاسم توكاييف وقته أيضا، فأعلن أن ما يصل إلى 20,000 من قطاع الطرق والإرهابيين الذين تلقوا تدريبا مكثفا في الخارج هاجموا العاصمة الاقتصادية للبلاد المآتة، وأمر قواته بإطلاق النار دون سابق إنذار، وسحق من يرفضون تسليم أنفسهم. نستمع إلى جزء من افتتاحية القدس العربي. يبدو أن توكاييف تفوق على نظرائه العرب، فبدلا من انتظار ما تسفر عنه نتائج قرارات القتل والسحق التي أصدرها لقواته، فقد سارع إلى طلب الدعم العسكري والأمني من روسيا ودول مجاورة تدور في فلكها ضمن ما يسمى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو قرار يدل إما على ضعف ثقة المجموعة الحاكمة في قواتها بعد أنباء عن تردد بعض القوات في تنفيذ قرارات القتل والسحق، أو على ولاء حكام كازاخستان لروسيا أكثر من ولائهم لشعبهم. يبدو أيضاً أن مصطلح الإرهاب هو العملة الرائجة بين كل الأنظمة في العالم، ويعود ذلك إلى درجة كبيرة لاعتماده ضمن منظومة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تقصر في التلاعب بهذا المصطلح والاستخدام الانتهازي له، وخصوصاً في قضية كفاح الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، وفي تعميماتها التي تخلط بين المسلمين والحركات الإسلامية وبين المعتدل والديمقراطي منها والسلفي المسلح، وكذلك في تعامل أوساط اليمين فيها مع الأقليات والأعراق المختلفة، ما يهم أنظمة الاستبداد حين تطلق مصطلح الإرهاب على أي مظاهر احتجاج شعبي ضدها هو تبرير إرهاب الدولة المعمم ضد مواطنيها،
وحماية مصالح الطغمة المتحكمة بمصادر القرار السياسي والاقتصادي. وبعد لجوئها إلى الاتهامات القصوى يصبح استخدام العنف الوحشي مبرراً، ولا بأس في هذه الأثناء أن تسدد جزءاً من الحساب الطويل مع الأنظمة الغربية التي ساهمت عملياً في تمكين هذا المصطلح والسخرية بالتالي من الشرعية الأممية والمنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وإعلان الاحتقار لرغبات الشعوب في التحرر من تغول الاستبداد والفساد. لا تكتفي الأنظمة المستبدة بإطلاق مصطلح الإرهاب على الحركات الاحتجاجية ضدها وتسمية إرهابها لشعوبها حفظاً للأمن والاستقرار، ولكنها تزين أيضاً التدخلات العسكرية الأجنبية التي غالباً ما تتحول إلى احتلالات رسمية، فتقوم باستدعاء قوات أجنبية للحفاظ على مصالح المجموعة الحاكمة وتسمي هذا أيضاً حفظاً للسلام. اندلعت احتجاجات حاشدة في مانغستو وهي منطقة في غرب كازاخستان على حدود بحر قزوين ومنطقة حيوية لإنتاج النفط في البلاد، وكان سبب الاحتجاجات التي اندلعت الأحد الماضي إلغاء دعم الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى مضاعفة سعر غاز البترول المسال وهو الوقود المستخدم في غالبية المركبات في كازاخستان، وفقا لمقدمة توضيحية للكاتبة كارولين كيسن في مقال نشره موقع ذا هيل القريب من الكونغرس الأمريكي. إن الفئات الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية شعرت على الفور بألم مالي بعد ارتفاع أسعار الطاقة وتحولت إلى لغم أرضي سياسي، وأوضحت أن المظالم التي تحرك الاضطرابات تشمل أيضاً الفساد المستشري الذي ابتليت به البلاد منذ حصولها على الاستقلال عام 1991 وسنوات طويلة من تجاهل سيادة القانون، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الاحتجاجات قد يكون أكبر مما تم الإعلان عنه حتى الآن من قبل السلطات المحلية. ولاحظت كيسان أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد تأخر أكثر من يومين لإلغاء أسعار الوقود، ولكن الاحتجاجات كانت منتشرة في تلك المرحلة، مشيرة إلى استقالة الحكومة وطلب رئيس البلاد الذي لا يثق في قدرة الجيش والشرطة على تحقيق الاستقرار من روسيا بتقديم مساعدة عسكرية لقمع الاحتجاجات. وتوضح الاحتجاجات وما نتج عنها من تداعيات سياسية زيادة التعرض لمظاهر الظلم والقمع وزيادة أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات البطالة، كما كشفت عن نتيجة السنوات الطويلة من الحرمان والقمع، ناهيك عن تأثير تداعيات انتشار كوفيد-19 في البلاد. وبحسب ما ورد، ما نراه اليوم لا ينبغي أن يكون مفاجأة. وأوضحت كيسن التي عاشت في كازاخستان في تسعينيات القرن الماضي أن البلد غني بالنفط والغاز والمعادن والموارد أيضاً، ويوفر 40% من اليورانيوم في العالم الذي يدعم الطاقة النووية على مستوى العالم، ومع ذلك فإن ما يراه المواطن الكازاخستاني العادي لا يتجاوز الفتات ورؤية طبقة النخبة وهي تقوم بمصادرة ثروات البلاد. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية صوراً وفيديوهات لنساء فلسطينيات تبرعن بخواتم ذهب ضمن حملة تبرعات لإعمار أحد المساجد في قرية مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وقال القائمون على حملة جمع التبرعات إن نساء قرية مراح رباح التي لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة تبرعن ب41 خاتم ذهب لتوسيع مسجد الأتقياء في البلدة، وأظهرت الصور والفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذهب والنقود التي تم التبرع بها، ولاقت هذه الخطوة ثناء وإشادة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.